أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فإن بغت إحداهما
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.